Quase já uma gente. معرفتوش تشوفونا متابعينا مشاهدين، اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر هنا من جماعه زومي مباشره. تحيه لكل الساده المتابعين والمشاهدين، واهلا ومرحبا بكم. فضلا وليس امرا للتحق بنا ياكد لنا جوده الصوت والصوره باش ننطلق معكم متابعينا ومشاهدينا في هذا البث المباشر. نتمنى تكون الصوره واضحه كيف ما تتابعوا معايا هنا من جماعة زومي مباشرة، يعني بعد التساقطات المطرية الأخيرة ولله الحمد هذا الطريق في حالة كارثية وتتشكل خطورة كبيرة على كل مستعملي الطريق وكل السائقين، اللي خاصة يعني اليوم تتزامن مع السوق الأسبوعي والحالة ديال الطريق كيف ما تتشوفوا، وحتى الجنبات ديالها معمرين غير بالغيص. شوف شوف يعني السلام عليكم. طارق سلامة، كيف دايره الحالة ديالها؟ الحالة ديالها مكرفصة العموم، شنو نقول لك؟ مكرفصة بزاف. شي بلايص بحال مقطوعين. شوية ماشي بلايص بحال بحال طلع مع الواش، شي بلايص بعدها. تمارة بزاف. تمارة وتكرفص ماشي شوية، وخاصة يعني مع الاكتضاد تيكون الطونوبيل ماشى والطونوبيل ماجا. نتمنى نطولوش عليك. طارق سلامة الله يديكم. شكرا على شكرا بزاف. شهادة من واحد من مستعملي الطريق، يعني بعد اتصال ديال مجموعة من أبناء المنطقة هنا اللي عبروا على الغضب ديالهم، خاصة يعني الطريق جنبات ديالها كما تشوفوا معمرة غير بالغيص. شكرا. كما تشوفوا يعني فاش تيتكروزاو شي جوج طوموبيلات او شي كاميو، يعني الصباح كان كاميو ديال السلاح حسب ما بلغني من الساكنة المحلية هنا كان واحل احتاجت الجرافة او التراكس هي اللي جبداتو وعمرت ديك البلاصة، ولكن تبقى حلول ترقيعية خاص شي حلول كل ناجعة اللي تخلي الناس يمشيو ويتسوقوا ويستعملوا يعني الطريق بكل أريحية. كيف ما تتابعوا تشوفوا هاد الجناب يعني معمرين على بالغيص، ما تدوش جوج طون جوج ديال الطون. شوف 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 الحمد لله على نعمة المطار. السلام عليكم. ديال المرزق اكي دايره امبروك الروا بعدا. شاد شاد الصوت بجاه. سكت الموتور باش يكون سكت. كيفاش تكون الصوت واضح؟ انت من الساكنة المحلية هنا. نعم الحمد لله. المعاناة ديالكم مع الطريق مكرفصة بنتي يا خير. الحمد لله استبشرنا خيرا بهاد الامطار اللي طاحت مؤخرا، وارتحنا شوية من الجو ديال الغبرة ديال هاد المقاول وهاد الشيء هذا. الحمد لله رغم المعاناة اللي ما كانش كيسقي لينا الطريق وداك الشيء راك عارف، وبعد بعد السقي ديال الطريق وداك الشيء الحمد لله تما طاحت هاد الامطار هذه اللي استبشرنا خيرا، ولكن عندنا واحد المعاناة اللي في الحقيقة
والله الا كنعانيو معها دابا. انت كتشوف طريق وحده كتخرج وطريق كبيره وما مصلوحه على هاد الجنب هذا ولا هاد الجنب، على الاقل المقاول كان خصو يخدم واحد جوج المتر على الاقل تكون خدام كنجي بعدك منها وتكون فيها التفنه شويه، نكونوا مثلا يعني كيطلع دابا بالليل راه هاد الليله هادي راه ما جبرناش فين تمشي، راه كاين الناس اللي ما جبروش يعني بقاو واقفين بقاو واحلين في الطريق الليل كامل تقريبا. والليله ديال السبت كان عندي واحد الصديق اللي كان اتصل بيا مع شي واحد ونص ديال الليل، وقع في واحد الامبان لتحت طاحت به واحد البلاصه يعني هبطت هوات فني مشى جبر راسو تما في واحد واحد البلاصه يعني ما شنو نقول لك يعني راه تكرفص واحد المعاناه اللي اللي عانى يعني الناس اللي غرباء على المنطقه اللي حيت لولا كان ما كانش كيعرف المنطقه راه يقدر كان يجي في شي حاجه. هو راه ود المنطقه الحمد لله باش ما نضرش بزاف يعني كان ماشي بشويه عليه وداك الشيء وجا في ديك في القنطره حيت هوات البلاصه وجا والحمد لله ما وقع له شي حاجه واحد جاب الله خرجوه الناس. الرساله ديالكم انتم كسكينه محليه او المطالب ديالكم ولا المطلب ديالنا حنايا؟ انا بعد المعرفه ديالي من بعد الاصدقاء اللي كاينين مقاولين وفيت اللي خدمت مع المقاولين كنعرفوا حنا الشنطي ولا الطريق الرئيسيه بحال هكا تقدم ب 5 كيلومتر 5 كيلومتر باش ما تقطعش الطريق. كان على المقاول ياخذ واحد 5 كيلومتر ويتبع واحد 5 كيلومتر التتبع ديالي يمشي بها النص ويخدم واحد 5 كيلومتر على اليمين ولا على الشمال كان يخدم ديال باش يبقى المواطن في عنده فيه يدوز ويعاود يشوف عاود وقت يعني عاود ثاني المقاول هو خاصو يخرج الوقت الراسو ويخصص كيفاش كيفاش نمشيو. حنا دابا حنا كنعانيو دابا انت كتشوف دابا انا بالموتور والطوموبيل انت ما عندناش فين انت الطوموبيل لما مشاش مش ما صعيب واحد الحاله يعني ما كاينش يعني معاناه حق. وكنتمنى من الله ان شاء الله يا ربي المقاول ياخذ العبره بهاد الامطار الخيره هذه اللي دازت وان شاء الله. قالوا الصباح كان شي كاميو هنايا واحل الطريق صعب خرجاتو كان كاميو واحل وكان ثقال مع الثقل وداك الشيء وما بغى يخرج يتبلاص على شي واحد تما باش يخلي له يدوز زق تما زق وحال وبقى الجنبه ديال معمرين عبد الغيث ما حيت كلشي عامر بالغيث يعني بالغيث من جال ني طاحت الامطار الخير المقاول ما خلاش ما عطاش الراسو فين يمشي هذيك خلاه غير واحد انت كتشوف دابا راه تقريبا شي 3 متر وبقات كامله جا الغيث مشى انت راه كتشوف هنا مثلا في هذه البلاصه هذه راه كاينه راه كل عام راه يترب راه ماشي تما راه الا هبطتي كاميو راه الا هبط تما ولا الطوموبيل كما كان النوع ديالها راه غتبقى تما. شكرا اخاي الله يسر الامور نتمنى الرساله ديالكم توصل ان شاء الله الرحمن الرحيم للمسؤولين ويلتفتوا لهذا الطريق ربما تشكل خطر او تكون شي حادثه الله لا قدر الله وهذا الشيء ما نتمناوهش. احنا الدور ديالنا اننا تنبهوا نوصلوا الرساله والمعاناه ديال الناس مباشره من عين المكان بالصوت وبالصوره بالبث المباشر. هذه هي الحاله ديال الطريق. احنا اختارينا هذه البلاصه هذه نصوروا فيها حيت كاين هنا التغطيه متوفره. يوسف هي الاجواء ومزيدا من الحيطه والحذر متابعينا مشاهدينا وخاصه في المناطق الجبليه فملي تنشوفوا هذا الشيء هذا راه طاح من هنا هذا الحجر هذا راه طاح من هنايا شتي ناطح راب من هنايا الطريق خاصه المراقبه وخاصه المتابعه والتتبع. معنا واحد من الساكنه ديال جماعه زومي ناشط فاعل متتبع للشان المحلي. اجي بحال هنا نحيدو من الطريق واش ماي والغريب يعني نسمعوا التصريح ديالو. الطريق مضيقة صراحة يعني معاناة هذا الحجر الغريب في الأمر أخي عزيز وهو مستعملي هذا الطريق بحال اللي ما واعيينش بأن الطريق راه في الإصلاح أو كيمشيو بواحد السرعة وربما واخا كينزلق ربما تسمم ما نعرف يوقع شي حاجة ولا هذه الإنسان بما أن الطريق في الأشغال خص المستعمل الطريق يوعاو بها يعطي الأسبقية اللي ما عندوش من يدوز ولا اللي كدايز مثلا ولا صاحبه عنده زلق يوقف وهما غير سايقين وصافي. ومن هذا المنبر كنناشد المسؤولين اللي هما كيشرفوا على هذا القطاع ينظروا بعين الرحمة في هذه السكينة اللي كتستعمل هذا الطريق. كيف يعقل المقاول شد الطريق وكيخدم جهة
وجهه بحال اللي مقطوعه، هي جهه فيها الخدمه والجهه الاخرى بحال اللي حتى هي مقطوعه. القنطره كيحفرك ويطمرك ويخليها م... الساكنه المحليه هنا تقطعت البارح وتقطعت هذا الصباح. شفتها انا، شفتها البارح وشفتها ودرت فيديو فيها. القنطره اللي ملي كيطمر ديك الجعبه ديك القادوس ما كيقيلوش التوفنه، كيقيلوا التراب. ديك التراب مهما شرب هذا الماء ديك التراب عاود هوذ، ولا الحفره فيها مترو، والحفره فيها مترو تقطعت البارح جوج المرات، جوج المرات وهي مقطوعه. اليوم مع الفجر الحديد اللي كيجي السوق اللي غيتسوقو زومي الحديد كامل ما وصلش يحول الطريق. علاش ما يديروش يسدوها مره اللي تضربت ما بين قلعه بقرة؟ كيغيروا الاتجاه من عين زيوان. علاش في الاول مثلا مع هذه تخلي شي الطريق هكا شي شويه ولكن سده صافي، مع تخلي شي الناس من يدوزوا سده قول لهم راها مقطوعه وهني الناس ما بقاوش يجي حتى الوسطى ويحال. دابا من الصباح واحد الكاميو واغل تما وعايجيبوا السلعه وعايجيبوا السلعه من السوق، والناس المتسوقين عايجيو من السوق ديال زومي والطريق مقطوعه. ما مهم نتناجد المسؤولين على اقليم وزان، ولان الطريق شدها وزاره التجهيز لنضرب عين الرحمه في الطريق هذه وها المستعملين ديال الطريق هذه راهم كيعانيو مع ملي كتكون الشمس الغابره والطريق محفره. الطريق ماشي مشكل غنقولوا محفره لان فيها الاشغال، ولكن خصو يرش الماء من الغبره في الشتاء دابا بحال هذه خصو يكون فيها التوفنه ما يكونش هكا عاب التراب. غنخرج على شي طوموبيل تمشي للحيط شي واحد ما يجي ما عرفش الطريق راه الله يحفظه صافي، لان جهه فيها الاشغال معمره بالتراب وجهه تسمى راه باقا على يد القدرون. الاخر اللي شاد القدرون راه شاد الطريق خرج مهما كيخرج كيمشي للحافه ديريكت كيمشي للنزلق. وإلا ما خرجش الاخر ما يجي خور ما يجي طروازيام ولا كاتريام يفراني له فوجاه ولا يدخل فيه ولا الله يحفظه صافي. شكرا. ولهذا كنجدوا المسؤولين يهضروا مع هذا المقاول اللي راعين ظروف الساكنه والمستعمل ديال الطريق، يراعي لهم الظروف ديالهم. راه حنا راه الرعايه صاحب الجلاله الله ينصرو ما مسمحش شي واحد يدير لنا هذا الشيء هذا. حنا خصو يعطيونا الطريق يخليونا من ندوزو. شد الاشغال ديالك خلي الناس من يدوزو او سده صافي، ماشي انت تخلي الطريق مثلا يدوزو منه وهي بحال اللي مقطوعه. استهتار هذا بالساكنه وبالمواطنين راه استهتار، ما خصوش يكون هادشي. حنا كناجدو المسؤولين يراعيونا الظروف ديالنا. راه الطريق هذه راه كنعانيو معاه ما دامت الاشغال فيها. نعم حنا كنمشيو في المغرب كله كنشوفوا الاشغال اللي كنمشيو من هنا لتطوان كنجبروا الاشغال في الطريق كامله. طريق خدامه طريق خدامه ما فيهاش العراقيل ما فيهاش المشاكل وفيها الشرطه الصفراء خدامه. هذه ما فيها شرطه صفراء بان راه العلامه الاشغال ما فيها العلامه ضد التشوير كاينه ربما مع واحده في الدخله واحده في الخروجه ربما. وعادها نهار السوق يعني حركه كثيره تكون اسبوعيه كيتصبح اخر. ودابا كي جا المقاول فتح الطريق من الطرف للطرف، شوف شوف فتح جهه كامله مفتوحه وجهه مخسره وعيض يخدم على جهه مور جهه مثلا ورجعنا هذه هو جا فتحه كامله فتحه وخلى الناس كيقاسيو ويعانوا. راه معاناه كيعانوا الناس مع هذه الطريقه هذه راه يوم يتشكوا الناس ويوم يهضروا. كناجدوا المسؤولين يشوفوا لنا الحل مع الطريقه هذه مع التساقطات الطريق عاد الشغب ايه لكل شوف لكل اصلاح ضريبه. الضريبه الاصلاح هذا هو الغبره وهذا الزلاق وهذا، ولكن ماشي بهذه الدرجه. حنا غنصبروا ولكن ماشي بهذه الدرجه. عينا بالصبر حنا غنصبروا مع الاصلاح. راه مشي تصلح في الدار ديالك شي كوزينه ولا شي حاجه راك عاد خسر وعاد غبر وعاد تكرفص، ولكن ماشي بهذه الدرجه. هذا راه تكرفص بزاف. فهمتي تير مشي عند الحلاق يحلق لك راه غادي غيكرفصك وغيهود عليك الزغاب، ولكن راك عاد تحسن. اياه سيدي هذه الطريقه عاد تصغب وعاد تحسن، ولكن ماشي بهذه الطريقه نتكرفصوا. المطالب ديالكم هي انها بحال ديك القنطره اللي تصغبوا او الجناب اللي يعطينا من يدوزوا يفتح لنا ما يخليش الطريق مقطوع، يفتح المواطن من يدوزو ويخلي لا تسمى الطريق دايزه او يسد مره. هذه هي الكلمه ديالي اخي عزيز. السلام عليكم. شكرا. نتمنى الرساله ديالكم وديال المواطنين كاملين توصل ان شاء الله للجهات المعنيه من اجل التدخل وانقاذ ما يمكن انقاذه. الطريق تتشكل حقيقه تتشكل خطوره، تتشكل خطوره على كل مستعملي الطريق وكل الناس اللي تيجوزوا منها، بما انها هي البوابه الرئيسيه ديال جماعه قلعه بقره في اتجاه وزان وكذلك جماعه زومي. ساكنه مهمه اللي تجوز معها الطريق هذا. ف حتى الناس السائقين الله يهديهم تمشي بواحد السرعه هنا سرعه مفرطه.
شوف 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 ملي تيبغيوتي شوف 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 يعني فاش تيبغيو تتلاقى جوج السيارات فتذكر الخطوره صراحه الخطوره بما تحمل الكلمه من معنى بما ان هذه الجهه هذه محفوره الجهه الاخرى معمره بالغيس ما تبقاش مسافه كافيه باش يجوزوا جوج السيارات والغيس تيوحل يعني في العجله ديال السيارات الجميع ما شوف هنا شوف بحال هذه الحاله هذه حيت السياره وحده واقفه باش الا بغات تجاوز الاخرى تلقى صعوبه وعاد القنطرات اللي محفورين كانه ترجع بحل الواد في الوسط الطريق وانتم ما تتشوفوا معمر عير بالغيس ماشي تشوفنا انا شي حاجه يعني ما تقدرش تخرج لهنايا ومشات على طول المسافه من الجماعه بوقرة الى من الشهبيه عفوا الى الجماعه الزومي انتم تشوفوا متابعينا مشاهدي قناه الشعب قناه شوف تي في من جماعه زومي مباشره الطريق الرابطه بين قلعه بوقره منطقه جبليه كيف ما تشوفوا هنا امطار كثيره اللي عرفتها بلادنا ولله الحمد ولكن الخطوره قائمه مع طرقات ديال المناطق الجبليه وخاصه فصل الشتاء ومع التغيرات المناخيه نشوف هذا الشيء طاح هنايا تيطيح من والغيس هانتوما تشوفوا يعني الحالة والصور تتأكد ديك الشيء اللي تنقولو لكم في هذا البث المباشر شكرا لكم متابعينا مشاهدينا الى هنا اودعكم على امل لقاء بكم في بث مباشر اخر ومزيدا من الحيطه والحذر ردوا البال للطريق وخاصه يعني في التغيرات المناخيه اللي تتعرفها بلادنا ولله الحمد شكرا لكم والى اللقاء